السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعين قناة الورش. النهاردة هنتكلم في جزئية مهمة جدا عن التوصيل الريلي ده. طبعا الريلي ده معروف إن احنا ينفع نوصله مع مكثف تشغيل وينفع نوصله من غير مكثف خالص، لكن هل الريلي ده ينفع نوصله من غير مكثف تموين؟ طبعا سألنا كتير عن الموضوع ده، يا جماعة ينفع نوصل ده على مكثف تموين؟ كل الناس بتقول لك، مره حد يقول لك ينفع ومره حد يقول لك ما ينفعش، لكن التجربه قالت انه ما ينفعش. التجربه قالت ان الريلي ده ما بينفعش لما بتوصله مع مكثف تاويل، الامبير بيعلى وبيجي الموتور فاصل. طيب هل في طريقه نخلي الريلي ده ينفع يتوصل مع مكثف تاويل؟ ده الكلام اللي هنقوله النهارده. في حته فنيه بسيطه جدا لو عملتها في الريلي الحراري ده ينفع اوصله مع مكثف تاويل. من غير الحته اللي انا عاملها دي الريلي ده ما ينفعش يتوصل مع مكثف تاوي. الريلي ده زي ما احنا شايفين كده يا جماعه عباره عن اربع بنات، واحد اتنين، واحده وتحتها وواحده وهنا وتحتها، دي متصله مع دي ودي متصله مع دي، وهنفك الريلي دلوقتي ونشوف. لكن الريلي ده حقيقي ما بينفعش يتوصل مع مكثف تاويم، ينفع يتوصل مع مكثف تشغيل، ولكن لقينا حل هنجربه مع بعضينا النهارده، وخد الفيديو انت استفيد بيه ان شاء الله ومش هتلاقيه في مكان تاني، ازاي استخدم الريلي الحراري ده مع مكثف التاويم. يلا بينا نشوف اللي احنا هنعمله ده. يلا بقى، ادي يا جماعه الريلي زي ما احنا شايفين كده اهو. طيب ادي الريلي زي ما احنا شايفين، في طرفين، والطرف ده زي ما قلنا متصل مع الطرف ده، والطرف ده متصل مع الطرف ده. ده طبعا طرف الار وده طرف الاس، ماشي. الشريحتين دول من جوه واحد، والشريحتين دول من جوه برضو واحد، ودي المشكله. لو انا عاوز اشغل ده مع مكثف تقويم هنشوف هنعمل فيه دلوقتي. اول حاجه هنحاول نفك الريلي ده، هنحاول نفك الريلي. قادر ليه يا جماعه بعد ما فكناه؟ قادر ليه بعد ما فكناه؟ زي ما انتم شايفين كده، زي ما قلنا ده طرف واحد اهو، دي متصله مع دي ودي متصله مع دي. طيب الار ما عنديش معاه مشكله انهم يكونوا متصلين، لكن الطرف بتاع الاس ده اللي فيه مشكله. عشان اشغل ده مكثف تقويم ما ينفعش تكون دي قطعه واحده، ما ينفعش دي تكون قطعه واحده، لان انا لما هوصل مكثف تقويم هوصل طرف هنا وطرف هنا، فما ينفعش دي تكون ايه قطعة واحدة. فعشان احل المشكلة دي بالراحة كده وهطلع الجزئية دي اهو، اطلع بس كده بالراحة، احاول افصل دي اللي هي ناحية الاس اهو، تمام اهي. لازم اقص دي، لازم اقصها، ما ينفعش يكونوا الاتنين قطعة واحدة. هاجي من هنا كده وهقص الطرف ده بحيث ان لما اجي اركب تاني كده يكون دي ايه، دي قطعة لوحدها ودي قطعة لوحدها. هنجرب مع بعض كده ونشوف بأي طريقة بقى، لو عندك مقص احسن من كده يا ريت. زي ما احنا شايفين كده قصينا دي لوحدها وقصينا دي لوحدها. طبعا هي كان شكلها في الاول عاملة ازاي؟ عاملة كده، او كانت، اسف، كانت جزئية واحدة، كانت جزئية واحدة. فانا طبعا مش تنفع تبقى جزئية واحدة، لازم اقصها عشان اشغل ده على مكثف تقويم، لازم اقص دول. بعد ما قصيت دول هرجع احط قطعة البي تي سي في مكانها، وهرجع احط دي في مكانها عادي خالص اهو، احط دي في مكانها واحط دي في مكانها عادي. دي كمان واحطها في مكانها.
هتراعي معايا بس ان ما يكونش فيه تلامس ما بين القطعة دي ودي، ايه دي ما تكونش متلامسة مع دي. دي تنفصل تماما عن دي. بعد كده بجيب الغطاء بتاع الريلي وببدأ اركبه في مكانه، وبكده الريلي ده اصبح ريلي معدل وتقدر توصل عليه طرف تقويم. لو اتفقنا ان معايا اهو السي والار والاس هنا كده، طبعا السي هنا كان بيركب عليها الاوفرلود، ده كان بيركب كده، فانت كنت بتوصل المكثف التقويم هنا وهنا هنا وهنا. طيب هما دول اصلا لامسين بعض، وبالتالي كانوا بيعتبروا طرف واحد، كانوا بيعتبروا ايه طرف واحد، وكانت حتى لو البي تي سي فصلت كانوا دول بيفضلوا متصلين بالمكثف على انه طرف واحد. فاحنا دلوقتي اللي عملناه ان احنا فصلنا الطرف ده عن ده، واصبح اللي رابطهم ببعض قطعه البي تي سي اللي هنا، وبالتالي دي لما بيحصل توصيل للتيار ودي بتسخن وتفصل فصلت الطرف ده عن ده، وبالتالي طلع ملف التقويم من الدايره ما فضلش متصل، وبالتالي الامبير بتاعه هينزل يهبط تاني بسرعه ومش هيحصل عندي مشكله. لكن اللي كان بيحصل لما بتوصل ملف التقويم هنا على الطرفين دول ان كان الامبير بيعلى والموتور بتاعي ما بيشتغلش. شكرا لكم على متابعتكم، اتمنى يكون الفيديو بتاعي مفيد، وما تنسوش تشتركوا في قناه الورشه. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.